مرحبا بكم، ان شاء الله اليوم سنكملوا البارتي الثانيه من شابيتر سيكيورينغ نتورك ديفايس نتاع سي سي ان سيكيورتي. فين حبسنا لوتروفوا؟ لوتروفوا حبسنا في توسكي بريفيليج، نعاود توا نرجع باش نعملو ان تيرابيل ونكملو ديريكت. باهي عندنا حكينا مالي فات على سينجل ابروتش، حكينا مالي فات على ديفانس ابروتش، وحكينا لي بوان فيبل اللي فيهم شنيا، وقلنا اللي هذه كان لاتاكون فاسيلمون كان ينجم يدخل من غير حتى اي موان دو سيكوريتي. روتور الميسيون تاعو ماهيش فايرولينغ، روتور الميسيون تاعو هي اشيمينمون دي باكي جوسكا لور ميور ديستيناسيون اون اتيليزون كو سوا دي بروتوكول ستاتيك ولا بروتوكول ديناميك نتاع روتاج. من بعد جي وقالوا لا نزيدو ان فايرول سي، مي العيب في الارشيتكتور هذي كما قلنا اللي هي كان عندي مثلا سيرفر لهنا وعندي باريزومبل اون بي سي لهنا، البي سي هذا يدفري سبورم ولا حاجه اوتوماتيكمون باش تعدل السيرفر والسيرفر ينجم يطيحوا، هذا سبب لي مشكله كبيره. جينا بعد هنا عملنا دي ام زد ابروتش اللي هي توا جينيرالمون اللي يمشيو بها الاكثر السوسيتي الناس الكل تخدم بها. هنا عندي انا فايرول، فايرول متقسم البارتي لان ومتقسم البارتي دي ام زد ومتقسم البارتي وان، هو انا انترستد نتورك والدي ام زد باش نحط فيها السيرفر نتاعي، والبارتي لان باش نحط فيها تو سكي انترنال نتاعي لي ماشين دو بي سي اتسيتيرا. لهوني في الدي ام زد نحط السيرفر، فما من بعد نجمو حتى نزيدو ان اوتر زون نسميوها زون دي سيرفر، كل واحد هذا في ادريس عجله في ادريس عجله في ادريساج، وهذا فيه لي سيرفر يخرج على الانترنت كيما سيرفر ويب اتسيتيرا، هذا فيه سيرفر اللي يخرج على الانترنت ونحب نسكيوريزيهم، وهذا ما فيه لي ماشين اللي يوزرز نتاعي. هذا جينيرال موش حكينا ما يفيد دونك قلنا باش نعملو سيكوريتي اون جينيرال لازم فما سيكوريتي فيزيك. سيكوريتي فيزيك اللي هي بليس نتورك ان سيكيور اند لوكيد روم اللي هي داتا سنتر نتاعك، اللي لازمها بيان سور تكون بروتيجي باللي بارو، تكون بروتيجي مش اي واحد ينجم يدز باب ويدخل، فما دي زومبرانت ولا فما دي كارت ديجيتال واحد يدخل بيهم اتسيتيرا. لازم فما زادا اوسي الباور سبلاي توسكي اون ديلور داتا سنتر كامله، مش معقول معناها داتا سنتر كامله اونك او قص ضو كهو حبس الداتا سنتر، معناها مكونه من دي سويتشر ودي روتور ودي سيرفر اتسيتيرا تحبس من الكل. بيان سور لا لازم ديما نكون قاري حسابي، فما دي اون ديلور از لي زون ديلور رقيقه ولا اتوم، مش اوكا اوكا قص الضوء هاكا لون ديلور يبقى يخدم ما يصيرش كراش ولا ما يصيرش حتى فما شويه اللي فما دي فايرول بار اكزومبل دي كيبمون ريزو اوكا او يكون يمشي يصير له بريسكومون كراش يتقص الضوء عليه وينجم حتى يتحرق برا درجة على اللي رماه واش بيفضلها. اوبرينتنج سيستم نجم نسيوريو زاد السيكوريتي نتاع اللي او اس نتاعي، اللي او اس نتاع الروتور نتاعي واللي او اس نتاع الفايرول نتاعي كيفاش. ناخذ ديما دي كوبي، واذا باش نشوفو ان شاء الله ترافير دي كوموند بيان ديترميني، باش ناخذ دي كوبي من لي كوموند وناخذ دي كوبي من اللي او اس، ناخذ كوبي من الستارت اب كونفيغ نخبيها في بلاصه اخرى اونكا او تضرب بالسيستم ولا تضرب خاطر سيستم جينيرالمون يو اس ديما موجود على الفلاش اونكا او تضرب باللي او اس نجم ريكوبيري في بلاصه اخرى اونكا او الكونفيغوريشن الراني الستارت اب كونفيج اللي موجوده جينيرالمون ديما على الان في رام اونكا او ضربت نجم نعمل لها باك اب. وبقى بيان سور الاهم حاجه اللي هي الراوتر هارد رينج اللي هي السيكوريتي لوجيك، هنا نحكيو سيكوريتي فيزيك وهنا نحكيو سيكوريتي لوجيك. في سيكوريتي لوجيك بيان سور لازمني نعمل ان ديزيبل ان اسيسري سيرفيس امبورت سيتيرا لي بور لي مش مستعمل نسكرهم مزيان، وبيان سور سيكيور ادمنستريتيف كنترول كوماش كو اكسيدي للسيرفر نتاعي مثلا للسيرفر ولا للروتور ولا للسويتش كيفاش نكسيدي له بين فاصون كي ان بو سيكوريزي. ان شاء الله باش نشوفوه قدام هنا جايين. شفنا بيان سور التلنيت، قلنا لي التلنيت الكونفيغ نتاعها كيفاش، قلنا التلنيت مش سيكوريزي وعملنا جوست ديمونستراسيون بالوير شارك قلنا كيفاش نجم نتاعها. بعد قلنا الحل نتاعها اللي هو الاس اس اش، الاس اس اش عمل فيرسيون 1 و 2 بون الاس اس اش كيما قلت مش سيكوريزي 100% زاد، مي صعب شويه في الميسيون نتاع الهاكرز. قلنا اول حكينا ندخل نعمل كونفيغوري الاي بي دومين لوكال، بعد نجينيري لي دو بير دو كليك لي بريفي كلي بوبليك، بعد نعمل عندي البير دو كلي اللي جينيريتها. اون فوا جينيريت ندخل نعمل يوزر نيم ونعطي سيكريت ولا باسورد، من بعد نكسيدي على لاين فيت واي اللاين تاعي، من بعد نقولها ترانس اوبن انبوت اس اس اتش سيتادير اعمل لي المره الاولى اكسي بالاس اس اتش، نجم نزيدوها حتى بعدها تلنيت باش اونك اول اس اس اتش ما جاوبش ما نحبسش غادي ما نبقاش قاعد لا نتعدى تلنيت ما يسالش. بعد نقولوا لوجين لوكال بيان سور لوجيني من الباز دوني نتاع حط لي اليوزر السيد هذا يحطه في الباز دوني عندك وفيريفي لي عليه بعد. بون باش نشوفوا ديما كالعاده اللي ميم كوموند هذا مشو اي بي اس اش باش يعطيني الفيرسيون اللي نستعملها، كما قلنا ديما دو بريفيرونس نحطوا ديما اي بي اس اس اش فيرسيون 2
شو اي بي اس اش يعطيني الفيرسيون اللي انا مستعملها شنو هي تايم اوت شنو هي قداش من اوثنتيفيكاسيون عندي يعني نومبر دو اوثنتيفيكاسيون ريترايز دو تايم اوت يعني اونك او انا حل اس اس اش ما عملتش حتى حاجه تايم اوت بعد 60 سكوند تسكر سيسيون اس اس اش ولاني كيما العاده نرجع شو اي بي اس اس اش باش يعطيني اش عملت من الكونفيج هذايا جينيرالمون انا مثلا عندي دو روتور جيت على الروتور هذايا واكتيفيت الاس اس هاش نحب نكسيدي له من روتور واحد اخر باش نجم نعمل نحط اس اس هاش موان ال موان لوجين نحط له اليوزر نيم اللي حاطينه لهنا نحط له اليوزر نيم اللي حاطينه لهنا جينيرالمون اللي هو هذا والسكرت هذا نحطهم له فوالا ومن بعد نحط قدامهم الادريس اي بي نتاع الانترفاس اللي مقابلتني في الروتر مثلا باش نعمل اس اس هاش على هذا نحب نكسيدي لهذا سيكيوريزي باش نكسيدي هي الانترفاس اللي مقابلتني هي هذه هي 2 2 201 من بعد نحط الماتباز من بعد ناخذ اكسيد ديريكت بعد نجم نقول له نابليكي لي كوموند شو اس اس هاش شو اي بي اللي كنا نشوفهم قبيله هذا اش عملنا لوتر فوا دونك نتوا باش نكملوا القدام تو باش نعملوا حاجه اسمها البريفيليج ليفل انفراستراكشر البريفيليج ليفل انفراستراكشر متكونه من ايش متكونه من حاجتين تريز امبورطون من اول حاجه اللي هي ليفلز بريفيليج ليفلز باش تشوفوها توا ومن بعد الرول بيت سي ال اي اكس هذا باش تشوفوها توا كيفاش انا عندي روتور بي اي ولا سويتشر ولا اللي هو دونك نحب عندي مثلا دي يوزر عندي دو بيرسون هذوما سون دي تكنيسيان سامبل تكنيسيان عندي مثلا 3 بيرسون اخرين هذا ما سون دي تكنيسيان سوبيريور عندي مثلا دو بيرسون اخرين سون دي انجينيور عندي مثلا ان شيف دانجينيور ما نجمش مثلا كل نعطيهم لي ميم بريفيليج يدخلوا عندهم الحق اكزيكوتيو لي كوموند اللي يحبهم انا نجي لي تكنيسيان تخيل نجي لسامبل تكنيسيان نعطيهم كل واحد هاي كوموند فورمات برا فتح مواهب كل هاي كوموند اريز اعمل اريز سلاش اول وبلبزها الدنيا الكل دونك ما يجيش لازم نعمل اون هابيليتاسيون كل واحد عنده مثلا تكنيسيان عنده الحق في انسومبل دو كوموند الميسيون تاع تكنيسيان جينير الموشن هي يركب الكوابل ما بين تبعهم ومن بعد يبينج يشوف دونك نعطيه الكوموند بينج مثلا تكنيسيان سوبيريور عنده حق يشوف الكونفيغ معناها نعطيك كوموند شو مي هذا ما عندوش الحق يشوف الكونفيغ مثلا هذا نعطيه الكونفيغ الكوموند كونفيغور مثلا وانت تعطي لروحك لاكسيت وتال كل شيء هذا كل كيفاش ينجم يصير يصير كل سوا بالبريفيليج ليفلز ولا يصير بالرول بيست سي ال اكس ها باش نشوفوهم ان شاء الله تو باهي نبداو بريفيليج ليفلز اول حاجه باهي البريفيليج ليفلز كيفاش باش يصير البريفيليج ليفلز هي اني ندخل على الروتور نتاعي عندي كما قلت من 0 لل 15 ليفلز ال 0 هو اقل ليفل وال 15 هو اقوى ليفل معناها عنده اكسيد وتال انا تو باش نبدا نعطي كل واحد ليفلز نتاعو شنو هي لي كوموند اللي نجم يكزيكوتيهم على ليفلز نتاعو مثلا نجي نعمل يوزر نيم مثلا سيبورت هذا واحد تبع جروب سيبورت جروب سيبورت هذا ملي تخاف قاعدين يكلموهم يقولوا بربي صارت لي مشكله ادخل شوف يفيريفي معايا دونك نجي باش نعطي البريفيليج 5 ونعطي مود باس 5 بعد نجي مثلا نقول له انيبل سيكريت ليفل 5 ستادي باش نعمل له الانيبل سيكريت للليفل نتاعو الليفل 5 انا تو باش نعمل باش ناخذ الليفل 5 دونك باش نعمل يوزر واليوزر هذايا في الليفل البريفيليج نتاعو سي 5 وعلى البريفيليج 5 باش نعمل عنده حق هو في انيبل سيكريت بيان سور الانيبل سيكريت باش نعطيه مش انيبل سيكريت هكاك مضيشه لا انيبل سيكريت ليفل 5 نعطيه ان مود باس كيك سوا كان مود باس ومن بعد نعطيه بريفيليج اكزيك على الاكزيكيوشن مود شنو ينجم يعمل هو ينجم يعمل ليفل 5 شنو عنده ليفل 5 على الاكزيكيوشن مود ينجم يعمل كوموند بينج اش معنى هالكلام هذا نحن قلنا عندنا من 0 لل 15 من 0 مثلا انا بريفيليج 5 البريفيليج 5 عنده الحق يكزيكيوتي لي كوموند لي مجعولين للبريفيليج 4 و 3 و 2 و 1 و 0 مي كيف قلت له انا بينج مثلا ال 3 و 3 و 4 و 1 تمام مع يكزيكيوتيو لي كوموند نتاعهم مي بينج لي علاش على خاطر كان ال 5 برك سيدا دير سحبت منهم لي كوموند بينج واجوتيتها لل 5 بريفيليج نفس الشيء جيور ادمير استنى ادمين جونيور معايا دونك بريفيليج 10 سيكريت ديسكو 10 انيبل سيكريت ليفل 10 ونعطي كوموند ريلود مثلا نجي لهنا 10 عنده كوموند ريلود اسكو باللوجيك هاتو يقول كان نجي لل 5 ويحب يعمل ريلود يسكر لي الروتور يعاود يحلو اسكو ينجم بيان سور ما ينجمش لهنا زاد عندك البريفيليج كان زاد عنده تو لي بريفيليج باش نشوفوها ان شاء الله تو براتيكمون هكا قال لك سبورت اكونت ليفل 5 اند بينج كوماندز اكس عنده الحق يعمل كوموند بينجز جونيور ادمين اكونت ويز ليفل 10 عنده الحق يعمل ريلود باغ اكزومبل والادمين عنده الحق يعمل تو لي كوموند على الاكزكيوشن سبوت
دونك كيف نقول انا كي باش نكسيدي تو انا للمود نتاعي الانيبل نتاعي نقول له انيبل 5 ونقول له هو تو حط لي المود باس بتاع الانيبل اللي هو منين جبته انا جينيرالمون اهو السيكريت ليفل نتاعو اللي هو سيسكو 5. بعد يقول لي شو بريفيليج نشوف لي بريفيليج نقول لي باغ اكزومبل ريلود اسمه شوفوا عنده الحق يعمل ريلود ولا ما يعملش ريلود. باهي نتعدى للبارتي براتيك هذا سي جوست نوسيون ديوريك لازم نعطيكم فيها نوسيون قبل ما يخدم البارتي براتيك. في العادة الخدمة ديالنا ديما باش تكون جينيرالمون على جي ان اس 3 لانسي جي ان اس 3 نجيب الروتور نتاعي بعد نجيب مخرج بي سي اللي هو البي سي نتاعي هذا ولو انه هو البي سي زي توا خاطر نخدمو جينيرالمون على الروتور اكثر حاجة دونك جو بريفير البي سي نكونفيغوريوها بعد بين كيما باش نقدمو به. دونك الروتور نتاعي قاعد يلانسي كيما قلت لكم راهو هذايا بار ديفو هو الروتور كي دوبل كليك عليه يحلك بالبوتي ولا بالسوبر بوتي هذايا سيكيور سي ار تي هذايا سيتاناتور لوجيسيال شرا نابلوديوه على الباج باش نجمو تخدمو بيه نتوما. دونك كيما العادة شو اي بي انت بريف بون انا مدريس با اكثر حاجة توا باش نكونفيغوري لادريساج تاع الروتور اكثر حاجة تهمني هي اكثر حاجة تهمني هي توا لي رول اللي كنت نحكي عليهم لهنا ولا دونك توا نرجع لهنا اول حاجه باش نعملها هي اليوزر نيم نقول له يوزر نيم كما قلنا في الاكزرسيس هذا سيبور بريفيليج قلت نعطي لي بريفيليج 5 هو السيكريت نتاعو سيسكو 5 باهي توا نتعدى بعد ما عطيتو البارتي هذي توا نتعدى باش نعطيه الانيبل سيكريت نتاعو انيبل سيكريت كنا قبل نعملو هكا كنا قبل نعملو انيبل سيكريت ونعطيه المود باس ديريكت توا لا انيبل سيكريت باش نعطيه الليفل نتاعو خاطر هو الليفل 5 والمود باس نتاعو سي سيسكو 5. تو اون فوا تو عملت اليوزر اجتيت في باز داني عملت له لي بريفيليج نتاعو هذه راهي تنجم تقول بون مش زايده مي سي بلوس دو سيكيورتي بور بلوس دو سيكيورتي بها ولا بلاش يتعدى راه تو نجي نعمل بريفيليج. دونك في البريفيليج هذا مش هي لي كوموند نجم نعملها امانه في البريفيليج. دونك نجي نقول له البريفيليج اكزيك دونك في الاكزيكيوشن مود شنو هي ليفل 5 والهنا يقول لي اعطيني لي كوموند شنو نجم يعمل كله لهنا نجم يعمل سولمون بينج بينج اكا. دونك توا نجي نقول له اكزيت نعاود نرجع نقول مره اخرى شنو عملنا يوزر نيم اعطيناه سبورت والمود باس نتاعو سيسكو 5 وقلنا راهو تابع ليفل 5 دونك البريفيليج نتاعو سي 5. بعد تعدي نعمل اعطيناه الانيبل مو الانيبل باسورد الانيبل الباسورد اعطيناه انيبل باسورد استدير انيبل سيكريت ومن بعد عملنا له البريفيليج نتاعو اللي هو ليفل 5 وتو جينا عطيناه لي كوموند شنو ينجم اكزيكيوتي. تو انا لهنا نحب ندخل على المود نتاعي دونك الانيبل دونك سي ليفل 5 انيبل نو سي با انيبل ليفل 5 نرجع للكوموند دونك انيبل 5 انيبل 5 انيبل 5 نقول له شو بريفيليج تو انا البريفيليج نتاعي 5 باهي تو نحب نراه شنيا انا نجم نعمل باغ اكزومبل اسكو نجم نعمل كونفيك تي بيان سور ما نجمش نعمل كونفيك تي انا قلت عندي الحق في سامبل كوموند اللي هي هاي قدامكم كوموند بينك تو نجم نعمل ريلود باغ اكزومبل حتى كي نحب نعمل اوتو كومبليسيون ما يخلينيش هاك نشوفو دونك مي اسكو نجم نعمل بينك باغ اكزومبل بين بينج اوف ادريس مش موجوده هي شو انا اللي زرع شو انا محمد رسول الله الادريس هذه مش موجوده مي جوست بينج موجوده كان ينجم يقول لي الادريس هذه مش موجوده من اول ما نقول له بينج هاك يعطيني الاوتو كومبليسيون حنا جينيرال مو نحب نشوف انا شنو عندي لي بريفيليج عندي هذا لي كوموند هذا سون دي كوموند بانال انيبل ديسكونيكت و هذا سون دي كوموند بازيك معناها بلوس كوموند بازيك هذا عندي لا كوموند بينج كيف نحب نعمل ريلود كما قلنا ما يعطينيش الحق باش نعمل كوموند ريلود يقول لي كوموند ريلود مش موجود توا نرجع انيبل كانز ورا لي بريفيليج تاعي توا انا عندي الحق نعمل كونفيك تي بيان سور خاطرني في
في الانيبل، في الانيبل كانز عندي الحق نعمل كل شيء. تو نجي نعمل يوزر نيم واحد اخر، يوزر نيم شنو قلنا باش نسميوه، يوزر نيم باش نسميوه جي ار مو ادمين، جي ار مو ادمين. والسيكريت نتاعو قبل ما تعدلو السيكريت نعطيه البريفيليج ديس، والسيكريت نتاعو سيسكو ديس. دونك نتعدى نعطيه الانيبل سيكريت نتاعو، الانيبل سيكريت نتاعو هو سيسكو ديس والليفل. لازم ديما نسبق الليفل قبل. دونك انيبل سيكريت ليفل، انيبل سيكريت ليفل ديس، ومن بعد نعطيه الباسورد نتاعي اللي هي سيسكو ديس. تو نجي نعطيه لي كوموند بريفيليج ني نجم ليكزيكوتي بريفيليج اكزيك. نقولو بار اكزومبل للليفل 10 نعطيه الحق باش يعمل كوموند ريلود مثلا، وعندو الحق. كيف قلت له انا الكوموند ريلود سي با لي باش نعمل كوموند بينك، على خاطر هو بويسكو البريفيليج 5 عنده الحق يعمل بينك اوتوماتيكمون، هذا زاد عنده الحق باش يعمل بينك. اوكي اكزيت. توا نجي كما العاده نتعدى انيبل 10، كان نجم نقول له هكا انيبل 10 من تعديل ديزيبل انيبل 10، ونقول له باري اكزومبل شو بريفيليج سي 10، شو بريفيليج سي 10. من بعد نجي نشوف اسكو عنده الحق يعمل بينج، بيان سور عنده الحق يعمل بينج. اسكو عنده الحق يعمل كونفيج تي؟ لا ما عندوش حق يعمل كونفيج تي. مي اسكو عنده حق يعمل ريلود؟ عنده حق يعمل ريلود. علاش؟ على خاطر نحنا خرجنا هيلو لهنا. ان شاء الله تكون البارتي نتاع البارتي هذه واضحه. باش نزيدو بلو فيريفي تو باش نعملو انيبل 15 شو بريفيليج. تو البريفيليج تاعي سي 15. تو باش نعمل باش نجي نربط باش نفيريفي بالتلنت، نقولو كونيكتي بريزو سون فيل كونيكتي بالباس دي روزي. نعاودو لو سيم ادريساج بيه كونفيك تي انترفيس فاست 0.0.0 نو شت داون اي بي ادرس 192.168.1.200.255.255.255.0. دونك عطيتو توا نجي نقولو لاين بي تي غريغ 0.4. دونك على لاين بي تي غريغ 0.4 نجي نقول له لوجين لوكال، لوجين لوكال. تو نجي نكسيدي بالتلنت على روحي 192.168.1.200 ونجي نشوف لي بريفيليج نتاعي. دونك اول واحد سي من جماعة السبورت، والمود باس نتاعو سي سيسكو 5. ولا حل اعطاني اكسي. دونك نشوف اسكو نجم نعمل ريلود. بيان سور خلي ريلود ما تنجمش تعملها. اسكو عندي الحق نعمل باغ اكزومبل كونفيغ تي؟ قال لي لازم ما تنجمش تدخل الكونفيغ، وي عندك الحق جوست كان في الكوموند بينج تدخل بينج اكا اعطيك ادريس اي بي وتبينج تخرج على روحك. كان نعمل له كوموند ديزيبل ونحب ندخل باش نفيريفي البريفيليج سيكريت نتاعي نقول له انيبل. بون ما عدليش الباسورد انيبل انيبل مود. نفس الشيء بالنسبة للجي ار ادمين 1.200 وندخل هنا نعطي تلنيت. دونك انا نقول له جي ار ادمين، جي ار مو ادمين يعني سيسكو، والبريفيليج نتاعو سي 10. كان نقولو شو بريفيليج اوتوماتيكمون البريفيليج نتاعي 10 على خاطر احنا عطينا البريفيليج 10. هذه كانت اول ما بديت حكاية دونك كبر شوية السلايدز. دونك هذه اول ما بديت حكاية البريفيليج ليفلز، بدينا بالبريفيليج ليفلز. بالبريفيليج ليفلز كما قلنا كل واحد نرجع نعطيه ندور عليهم لي يوزرز نتاعي بالواحد بالواحد. هذا يوزر نيم تاعو شنو هي، هذا البريفيليج تاعو شنو هي، سا ديبوند يو البريفيليج اللي عنده. هذه البارتي الاولانية دونك سا ديبونت واللي بريفيليج بيان سور. كان ما عندوش الحق في الكوموند ما اوتوماتيكمون باش يقولوا كان اون كوموند.
نتعديو للبارتي هذه ديما تحسهاش سيكوريزي، لي بريفيليج ديما مسيب. دونك تعديو لحاجه اسمها الرول بيست سي ال اي. الرول بيست سي ال اي هي بريسك سي لو ميم بروسيدي، مي مش عندها شي ما هذي تحفظ على الاخر يفسر برشا حاجات. انت بار ديفو ديما انت عندك روت فيو، انت عندك روت فيو، عندك روت فيو تعمل عليها كل شيء. نجي بعد شنو نعمل؟ نعمل ديب تي فيو، نعمل نسميهم نحنا ديما السي ال اي فيو. مثلا في الفيو الاولاني شو انترفيس واحد، الفيو الاولاني الواحد عنده الحق يعمل شو انترفيس برك. في الفيو الثانيه عنده الحق يعمل مثلا يحب يعمل روت ستاتيك، دونك يعمل كونفيج تي كونفيجريشن تيرمينال وشو اي بي روت. مثلا لاني سيد اللي يحب يكونفيجوري مثلا سي ان، عندي روتور في الريزو نتاعي وعندي روتور نحب نعمل بيناتهم بروتوكول الروتاج اي جي ار بي. دونك شكون باش يكونفيجوري سيل ناتي فيو؟ مثلا سيد اللي يعمل روتر اي جي ار بي، مثلا سيد اللي يدخل بعد يعمل انترفيس فاست ايثرنت 0.0، بعد ذي نجم يعمل شو رانين كونفيج، ذي نجم يعمل شو رانين كونفيج مثلا وكونفيج تيرمينال. اذا ما نسميهم ديما دي سي ال اي فيو ولا نسميهم بارسر فيو. دونك نعمل نخلق لي فيو هذا من الكل ديما من الروت فيو، نخلق لي فيو هذا من الكل. ومن بعد نجي نعمل، نجي من بعد نقول نعمل ان سوبر فيو. اش معناها سوبر فيو؟ سوبر فيو نجم نجي نقول لك مثلا السوبر فيو الاولانيه فيها السيد مثلا، يعني فيها مثلا شو انترفيس، وفيها الفيو الثانيه اللي هي شو كونفيج تيرمينال وشو اي بي روت، شوف الروتاج بي اي ستاتيك. ومن بعد عنده الحق يعمل انترفيس فاست 0.0 يعطي ادريس. نجي له نلمهم الكل في حاجه نسميها السوبر فيو. نفس الشيء بالنسبه للسوبر فيو الثانيه، السيد عنده الحق يكونفيجر الجي ار بي ويشوف ويعمل رانينج كونفيج ويدخل على الانترفاس ونحطها في سوبر فيو الثانيه. ومن بعد شنو نجم نعمل؟ نجيب ان يوزر ونسوسي اليوزر هذا للسوبر فيو. مثلا نقول له يوزر نيم كذا كذا، ومن بعد نجي نقول له فيو ونعطيه اسم السوبر فيو نتاعي. نفس كي السوبر فيو هي اللي باش نشوفوها ان شاء الله توا. دونك كما قلنا عندي روت فيو. روت فيو هي الادمنستراتور لازم تكون عنده ديما روت فيو، فيها طولي زاكسي طولي بريفيليج خاطر ليفلز نتاعها سي 15، عندها الحق في كل شيء. عندي تحتها سي ال اي فيو هما دي بتيت فيو، ومن بعد هاللي بتي فيو هذا ما نجم نلمخهم في سوبر فيو. دونك كيفاش نجم نكونفيغوريها؟ تو دابور لازم نكتيفي حاجه اسمها التريبل اي، هذه ان شاء الله السوجي نتاعنا السيونس الجايه ولا الفيديو الجايه. تريبل اي اوثنتيكيشن اوثورايزيشن اند اكاونتينغ. نكتيفي البروتوكول 3 زا. دونك كيفاش نكتيفي؟ نكتيفي كوموند اسمها تريبل اي نيو موديلز. من بعدها نجي نعمل انيبل فيو باش ندخل على الفيو نتاع الروت. بعد ما ندخل على الفيو نتاع الروت جو كومونس اكريي دي بتي فيو بارسر فيو. في البارسر فيو نعطيه الانيبلز نتاعه ونعطيه لي كوموند اللي نجم يكزيكيوتيهم، نكلودي له لي كوموند اللي نجم يكزيكيوتيهم. نتعدى نخلق في بارسر فيو ثانيه، بارسر فيو ثالثه، رابعه، بار لا سويت نعاود نرجع ندخل مثال عليه على شكل بارسر فيو عملته ونشوف اسكو صارت ولا ما صارتش. بعد نعاود نرجع للروت فيو نتاعي، نعاود نرجع للروت فيو نتاعي. من بعد نعاود نرجع للروت فيو نتاعي، ومن الروت فيو نتاعي نعمل اسكو نابيل السوبر فيو ونلم هاللي ديفيرونت فيو هذا وحدهم ونخلقهم ونحطهم في سوبر فيو. ومن بعد ندخل على كل يوزر ونكتيكتيه للسوبر فيو نتاعو. هذا هو ان شاء الله شنو باش يكون السوجي نتاعنا واللي باش نخدموه توا. هذا هما جينيرالمون لي زيتاب تيوريكمون هكا. اون باس بور لا بارتي براتيك. باهي نتعدى للبارتي براتيك. دونك شنو عندي انا؟ باهي عندي الروتور نتاعي هذا. دونك اول حاجه اللي انا ندخل على الروت فيو. قبل ما ندخل على الروت فيو جو اكتيف كما قلنا تريبل ا، تريبل ا نيو، تريبل ا نيو موديل. دونك جي اكتيفي البروتوكول 3. دونك توا ندخل نعمل انيبل فيو روت. قال لي الباسورد نتاعك شنو هي؟ سيسكو خاطر دخلت بعضها بين لي دو فيو. باش نعملو باش نشي باش نفسخ هذا ونعاود نهبط روتر جديد. ما في شيء باش نكومون باش نبداو الكونفيغ على نظافة خاطر ساعات تدخل بعضها بين لي بريفيليج فيو والرول بيست سي ال اي فيو. دونك تدخل في حيط شوية. باهي توا نبدا نربط، ربطت الروتر نتاعي بالبريسيد. توا نبدا نركح في اللي
سوبر فيو لي بارسل فيو اتسيتيرا يتلانسا. دونك ليماج تبقى خاطر هي ايماج كومبريسي بوان بين، لازم تسير لازم تسير لها لي يو اس، لازم تسير لها ديكومبريسيون. توقع تسير له ديكومبريسيون لي يو اس. ان شاء الله الفيديو ما يطولش برشا برشا، نفيسة فيسة به. توا نتعدى كونفيغ تي جاكتيف تروازا كيما قلنا نيو موديل دون اكزيت، نعمل كونفيغ تي، نعمل البريفيليج 15 انيبل سيكريت، نقول له انيبل سيكريت سي سيسكو، بعد نقول له enable view root هي بار ديفو ديك enable view root، نعطي سيسكو اوتوماتيك مش معطي الميساج يقول لي راك root. فوالا الميساج هذايا كيما تراو فيه توا قال لي راك اللي انت root به. توا شنو باش نعمل؟ توا جو كومونس اكري دي بتيت فيو. نرجع مرة اخرى باش تكون الحكاية واضحة، ميساج حتى كنزيد فيديو اخر في الشابيتر هذا يقول لي على ترو فيديو ميساج ليسونسيال تكون ليدي واضحه. تو انا من هنا تو الميسيون تاعي اللي انا جو كومونس اكري سي سي لاي فيو سي بتيت فيو. كيفاش باش نعملهم؟ اترافير لا كوموند فيني، اترافير لا كوموند بارسر فيو. دونك كونفيغ تي نقول له بارسر فيو، باش نعمل فيو نسميها هيلب ديسك. هيلب ديسك بعث لي مساج يقول لي كومون الفيو هيلب ديسك سكسيسفولي كرييتد. دونك خلقت وانا فيو جديده هيلب ديسك. الهيلب ديسك باغ اكزومبل شنو نجم نعمل فيها؟ اول حاجه نعطيه لي كوموند شنو فما هذا نتاع نو اكزيت ديفولت ديما موجودين بار ديفو، هذا ماكش انت اللي زدتهم هما موجودين بار ديفو. دونك اهم حاجه هي الكوموندز وهي السيكريت، لازمك تعطيه سيكريت. راه برا خلينا نقولوا له نحن كوموندز اكزيك مثلا انكلود بينك، شوف اش بيرجع لي ميساج قال لي رد بالك لازمك تعمل باسورد ساعة. ما نجمش نعطيك تخدم لي كوموند انت ما تعرفش لي باسورد. دونك نجي نقول له هكا سيكريت، في السيكريت شنو نعطيه مثلا؟ نعطيه سيسكو سيسكو. تو نعاود نرجع لي كوموندز ونقول له كوموندز على الاكزيك مود شنو نجم نعمل؟ طلع لي اكسكلود وانكلود وانكلود اكسكلوزيف. انكلود هي لي كوموند كي جو بو انكلودي لهنا، الاكسكلود هي نقول له لي كوموند الكل سوف لي كوموند اللي تكتبهم هنا. كان نقول له اكسكلود لي كوموند الكل سوف لي كوموند اللي تكتبهم هنا. ثم الانكلود اكسكلوزيف هذه شنو هي تعمل جينيرالمون؟ الانكلود اكسكلوزيف ما يستعملها حتى حد، هي انك توتوريزي دي كوموند لهنا وفي بلاصه اخرى اي سون با اوتوريزي. ديما جينيرالمون نستعملوا الانكلود. باش في الانكلود شنو هي؟ يقول لك تو اعطيني لي كوموند اللي تنجم تعملها. مثلا نجم نقول انا هنا السيد هذايا يستعمل الديسك عنده الكوموند بينج. فوالا تو نعمل اكزيت اكزيت اي جو بو فيريفي. تو نقول له كيما العاده انيبل فيو هيلب ديسك هيلب غالطه هيلب ديسك. على فكره لهني علاش نكتب فيها؟ راهو في الفيو اللي سون سونسيبل على كاس، معناها كتبت ماجيسكول تعدي مينيسكول، كتبت مينيسكول تعدي مينيسكول. دونك نقول له لهني سي سيسكو. فوالا باش يقول لي راك دخلت على الفيو نتاع الهيلب ديسك، شوف لي كوموند اللي نجم نعملهم. شوف كي يشوف محلاها معناها الفوزر اش جي قال لي تنجم تعمل كوموند انيبل بيان سور هذيك بار ديفو، كوموند اكزيت وشو، وعندك الكوموند بيج سولمون تنجم تعمل. هذا مالي كوموند كان نقول له انا ريلود مثلا، يقول لك ريلود ما تنجمش تعمل، نحب نعمل كونفيغ تي ما نجمش نعملها، نحب نعمل شو؟ اي والله شو عندك الحق تعملها، عندك الحق في دي كوموند شو. به هذه البارتي الاولانية. نتعدى توا نرجع شو بريفيليج. دونك نرجع على الروت فيو انيبل فيو. دونك نقول له سيسكو. توا رجعت على الروت فيو. باش في الروت فيو باش نعاود نخلق فيو واحدة أخرى كيما العادة كونفيكتي، نقول له باغ اكزومبل بارسر فيو باش نسميها باغ اكزومبل ادمينز. بارسر فيو ادمينز مثلا، ادمينز شنو عنده الحق يعمل كيما العادة الساعة سيكريت. نقول له باغ اكزومبل سيسكو لي كوموندز مثلا في الاكزيك انكلود، عنده الحق يعمل باغ اكزومبل كوموند بينج، عنده الحق فور اكزومبل يعمل لا كوموند كونفيغور، نجم يكونفيغوري، عنده الحق يعمل لا كوموند شو
عنده الحق يعمل لك كوماوند مثلا ريلود هكا يزي معنا كون كله اكزيت ونمشي نفيري فيها كما العادة enable view admins دونك سيسكو كي نشوف لي كوموند اللي نجم اكزيكوتيهم فوالا كيما قلنا كونفيغور و انيبل و بينغ و ريلود كي يعمل كوموند ريلود عنده الحق يعمل كوموند ريلود يسالني في حد عمرو دي مراج الروتور ولا بس يروح نقول له ليه عنده حق يعمل كوموند بينغ اتسيتيرا شنو توا نجم نعمل دونك توا كان نحكي شنو عملت عندي الروت فيو عندي تحتها هيلب ديسك وعندي تحتها كوماند واحدة أخرى مثلا اللي هي أدمينز أنا توش نحب نجي نعمل نحب نجي نعمل سوبر فيو سوبر فيو هذية إيش فيها فيها كوماند هذي والكوماند هذي كيما حكينا بالضبط في الوحدة لهنا بار اكزومبل هو شعمل لهنا عمل بارسر فيو انيبل سيكريت سانك مو كوماند اكزيك انكلود شو وبينجو ريلود بعد لهنا جاي عمل بار اكزومبل سوبر فيو نجم نجيو نعملو مثلا لهنا سوبر فيو واحدة أخرى نعملو لهنا سوبر فيو به السوبر فيو بيان سور نعملوها ديما من الروت فيو نقولو كونفيغ تي لازمني نخرج توا أنا إكزيت نقولو إنيبل فيو روت ونقولو سيسكو تو دخلت على الروت فيو تو روت فيو شو نقولو كونفيغ تي نقولو بارسر بارسر فيو واش باش نسميها مثلا مانجر سي سوبر فيو دونك شنو هي عندي الحق نعمل دونك كيما العاده سيكريت سي سيسكو من بعدها عندك الحق لي فيو نعدلها لي فيو نتاعي نعدلها لو فيو الاولانيه اللي فيها فيها الهيلب ديسك شغل الهيلب ديسك اجوتي افيك سوكسي ومن بعد عندي الادمينز اكزيت اكزيت تو نقول له انيبل فيو ونجم ندخل على المانجر دونك نقول له سيسكو تو انا داخل على كل فيو على الفيو نتاع المانجر الفيو نتاع المانجر اش فيها هذه هي الفيو نتاع المانجر فيها توسكي هيلب ديسك لي كوموند نتاعو بلس توسكي ادمينز هذوما الزوز لي كوموند نتاعهم الكل نحطهم لهنا دونك للمانجر تو انا بار اكزومبل وهذه نراها انا من اقوى لي بوان في سيسكو خليني نرجع جوست ال enable view root به به تو انا مش عندي show views مثلا show views بقى متعديتش show views به مش مشكلة به تو شنية 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 باش نعمل انا شنون اللي لله محمد رسول الله به تو باش نجي للفيو اللي عملتهم السوبر فيو اللي عملتها ولا اللي كليسي على فيو والناس توصيهم للدي يوزرز خليني نشوف الساعه شو رانينج كونفيج نشوف اليوزرز اللي عندي قداش عندي من يوزر انكلود يوزر انكلود يوزر انا تو جنرال ما عندي حتى يوزر تو اش عملنا عملنا اون فوا عملنا تو اليوزرز نتاعنا تو باش نجي نفكت اليوزرز باش نعمل تو دي يوزرز واليوزرز باش نعملهم باش نفكتيهم جينيرال مود اللي فيو اللي سوبر فيوز اللي عملتها مثلا نجي نقول لك شوف يوزر نيم تيست نستعملو سيكريت بيان سور ما نستعملوش باسورد نقولو له باغ اكزومبل سيسكو ونقولو فيو ومن هنا يقول يعطيني اسم الفيو مثلا نقولو مانجر دونك جيت عملت هنا بالكوموند هذه جيت قلت اليوزر اللي اسمه تيست اعطيته لي بريفيليج دو مانجر اعطيته سيتادير مانجر اللي هي شكون هي مانجر اللي هي الفيو ستين سوبر فيو سوبر فيو فيها فيها توسكي هيلب ديسك لي كوموند هيلب ديسك فيها توسكي الكوموند دو الادمينز بعد نجي مثلا نعمل اليوزر نيم تاعي مثلا نسميها مثل ادمين نعطيه سيكريت مثلا سيسكو ونعطيه الفيو نتاعو اللي هي ادمينز عنده الحق لي كوموند تاع الادمينز يكزيكيو فيهم ان شاء الله تكون البارتي هذه واضحه ان شاء الله ما تكونش معقده برشا برشا كان نرجع
دونك انا نرجع نحكي اش عملنا. كيما قلت عندي روت فيو، عملت ديب تي فيو، عملت فيو هيلب ديسك، وعملت فيو ادمينز، ومن بعد عملت سوبر فيو اش فيها هذوما الزوز، ومن بعد هذه افكتيتها الان يوزر. فوالا هو لهنا في ليكزامبل هذا اش عمل. جي عمل ديب تي فيو، الفيو الاولانيه سميها شو فيو، فيها لا كوموند شو سولمون، فيها الفيريف فيو فيها لا كوموند بينك سولمون، وهنا يعمل الريبوت فيو فيها الكوموند ريلود. هذا ما تروا كيما نقولوا سي ال اي فيو، عمل تروا سي ال اي فيو. بعد هلي تروا هذا ما باش يخلق منهم سكون ابيل دي سوبر فيو. تعدى فوالا. دونك جي السوبر فيو البارسر فيو الاول كوميتون ان سوبر فيو كيما عملنا. جي سما سوبر، سوبر هذا ايش عمل؟ اعطاه الحق في الشو وفي الفيريف. مثلا اليوزر، اليوزر عنده الحق في الشو اكا هو، ما عندوش الحق في الفيريف. مثلا جونيور ادمين، الجونيور ادمين عنده الحق في الشو وفي الفيريف وفي الريبوت فيو. هذا جروسو مودو توسكي فيو اند سوبر فيو. نرجع مره اخرى ونقول قبل كان ثم نوعين نتاع بريفيل نتاع ديزابيليتاسيون. كان ثم البريفيليج ليفلز، وشفنا البريفيليج ليفلز كيفاش تصير، وفما الرول بيز سي ال اي. دو بريفيرونس البريفيليج ليفلز ما عادش تخدم بها، ديما تخدم بالرول بيز سي ال اي. نجي نشوف انا لي جروب اللي عندي في الخدمه نتاعي شنيا، الجروب الاول شنيا، الجروب الثاني شنيا، الجروب الثالث شنيا، كل واحد عنده حق في لي كوموند، ونعمل لهم دي تيت فيو، ومن بعد نخلق منهم دي سوبر فيو، ومن بعد كل واحد نفيك يقص ولا الفيو نتاعو ولا السوبر فيو نتاعو. دونك نكمل توا. توا باش ندخلوا على توسكي اي ريسيلز كونفيغوريشن. ريسيلز كونفيغوريشن كيما قلنا، كيما تراو لهنا، كيما تراو لهنا السيد ينجم يدخل يعمل اريز ستارت اب كونفيغ، ما عملنا شيء وقتها، ولا يعمل فورمات للديسك ولا حاجه. ما عملنا شيء، الخدمه اللي خدمناها الكل هذا ينجم يدخل هنا، ينجم يجي يقول فورمات، وهاكا كيما تشوفوا فورمات البوت فلاش، فورمات الديسك اكسترا. ولا نجم يجي نقول حتى الكوموند ريز، ريز اول، ريز انفيرام، ريز ستارت اب كونفيغ، ويضيع لي كل شيء. ديما لازمني انا كنرجع للسلايدز، ديما لازمني ماخذ اون كونسيديراسيون السيكوريتي نتاعي كيفاش. مثلا عندي سيكيور بوت ايماج، سيكيور بوت ايماج ستون فونكسيون كيما نعرفوا نحنا الاي او اس نتاعنا ديما موجود جينيرالمون على موجود ديما جينيرالمون في وسط الفلاش. دونك انا ناخذ اليو اس نتاعي هذاك ونعمل له كوبي في الانفيرام باش اون كو طاح ولا صارت اي حكايه على الفلاش، دونك ريكوبيريه. نفس الحكايه السكيور بوت كونفيغ، الرانينغ كونفيغ نتاعي اللي موجوده في الانفيرام اون كو نجم تضرب ولا حاجه، نجم اكزامبل يوتيليزاتور مالفيون ولا حاجه يعمل اريز، دونك تضيع لي. لازمني ناخذها ونخبيها في بلاصه اخرى وبعد نعمل لها ريكوبيراسيون كيفاش بالسكيور بوت ايماج والسكيور بوت كونفيغ. هذا ما الحقيقه ما يخدموش على روتور ايمولي، معناها سي اون سامبل ايمولاسيون مش روتور ديال. دونك دو بريفيرونس كنت نخدمها مع الروتور ديال. فما الباسورد ريكفري، فما شكون ينجم يدخل لك على الروتور نتاعك ويعمل باسورد ريكفري. دونك ديما دو بريفيرونس تكون متاكد من الريموت باس تاعك مليح، وتكتيف لوبسيون نو سيرفيس باسورد ريكفري. زيد هذه ما تخدمش على روتور ايمولي. نتعداو للبارتي الثانيه اللي هي بارتي سيس لوك، نتعدى في ليزيتا بيلا في زعفيسا قد نحب نوصل للبارتي تري امبورطونت اللي هي لوديت نتاع الروتور. والوقت قاعد ماشي يوزر فينا، معناها كارون امبليمونتينغ راوتر. شنو امبليمونتي سيس لوك؟ سيس لوك شنو هي الميسيون نتاعو؟ فما سيس لوك سيرفرز وسيس لوك كلاينتس. سيس لوك جينيرال انا عندي مثلا عندي ان روتور هنا، عندي دي ام زد نتاعي، دي ام زد نتاعي فيها ان سيرفر سيس لوك الادريس نتاعو 10.2.3.2 مثلا. شنو نعمل؟ اي حاجه تصير في ليزيكيبمون الكل، في هذا في هذا في في الروتور نتاعي، اي حاجه تصير جينيرال مون ديما تكون تبعث لي سيرفر سيس لوك. سيرفر سيس لوك هذايا بعد انا ندخل عليه اخر العشيه، معناها يعني قبل عشيه، باش نشوف كل واحد اش عمل اش ما عملش، فماش دي تونتاتيف، فماش دي تونتاتيف داتاك اكسيتيرا. هذايا تسمى جينيرال مون السيرفر اللي ندخل منه اللي موجود عليه لا 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 السيرفيس ولا فيتشرز نتاع سيس لوج. هذه جينيرالمون نسميو سيرفر سيس لوج، سيس لوج سيرفرز. وفما اللي هذما اللي نسميوهم ديما جينيرالمون لي سيس لوج كلاينتس. لي سيس لوج كلاينتس هما لي سيس لوج لي زيكوبمون اللي يبعثوا لي سيس لوج لي لوج نتاعهم للسيرفر سيس لوج. من اهم لي سيس لوج اللي عندي، عندي بيان سور الكيوي سيس لوج. دونك الكيوي سيس لوج سي سامبل
شنو هي الميسيون تاعو كي يسيس لوغ، اي ايكيبمون ريزو عندي، اي ايكيبمون ريزو عندي، اي روتور حاجه، يبعث لي لوغ نتاعو سولون دي ديفيرونت ليفلز، ثم ديفيرون من زيرو حتى لسيت، ثم باغ اكزومبل ايرور الكريتيكال سيم شوز كريتيك اليرت وورنينغ نوتيفيكاسيون سا ديبون انت واللوغ والناتور نتاع اللوغ نتاعي كيفاش نجم نكتيفيه. نجي على الروتور نتاعي ولا على الايكيبمون نتاعي ونقول له لوجينغ، نعدي له لادريس اي بي نتاع السيرفر دو لوج، مثلا السيرفر دو لوج نتاعي ولا الشي لوجي هو مثلا انا عندي ريزو هكا، انا هذا الروتور نتاعي. هنا عندي بار اكزومبل ان فايرول، فايرول اللي هنا عليه دي ام زد، في الدي ام زد من هنا عندي اللان نتاعي، اللان نتاعي هنا عندي مثلا سيرفر سيس لوج، هذا سيرفر سيس لوج. من هنا انا مثلا عندي ليزيكيب مون ريزو، عندي لازا ولا اي تيب دو فايرول، وهنا عندي روتور، عندي لهنا مثلا في الريزو لوكال دي سويتشر، سويتش فيدراتور، كور لايرز، سويتش نيفو 3، سويتش نيفو 2، اللي هو معناها دوك هذوما كلهم. باش نعمل ندخل مثال عليهم بواحد بواحد ونقول لهم لوجين راهو السيرفر سيس لوج نتاعكم اللي هو ديس، اللي هو هذا باغ اكزومبل ديس دو دو سيس، وبعد نقول له لوجين ترانس. لوجين ترانس معناها جيب لي يا اما لي لوج انفورميشن زي ما ديباجينج يا اما نوتيفيكيشن زي ما، ولا نقول له الكل ندور عليهم بواحد بواحد، لوجين تراب انفورميشن لوجين تراب ايرور، يجيب لك بعد انا نجي كيف ما هكا نحل ابليكاسيون تاع سيس لوج كي بي سيس لوج ونلقى فيها لي نوتيفيكاسيون الكل منظمين، كريتيك ايرور وورنينغ نقراهم، يجب جينيري لي ان رابور اتسيتيرا. بون في ليكيبمون سيسكو كوتي سيس لوغ واحد ماهيش باهية برشا برشا الحقيقة، اللي باهي برشا برشا كوتي لوغينغ واحد عنده فورتي جيت، سوسيتي فورتي نت اون جينيرال، سوسيتي فورتي نت عندها الفورتي جيت نتاعها و بليزيور فورتي جيت و فورتي سويتش سيتيرا سيتيرا، وعندها ان ايكيبمون خاص اسمه الفورتي انالايزر. الفورتي انالايزر الميسيون نتاعو جينيرالمون هي حكايتها لي سيس لوغ هذا مجينيري لهم دي رابور ودي شارت مزيانين ويحت هذايا فورتي انالايزر. دونك تيارة على الاخر على الاخر فورتي انالايزر بون تنجم تهبطوه فيرسيون، تنجم تهبطها في ام، تنجم تهبطها في ام وير وتمبليمونتيها عندك انت و وجيب لك وتخدمها معناتها تهبط دي فورتي جيت اتسيتيرا وجرب عليها. دونك نرجع فين كنا، كما قلت فورتي انالايزر من اقوى باركوري لك لي فورتي جيت نتاعك ويجيب لك لي لوج نتاعهم ويخرجهم لك في فورم نتاع دي فيشي دنييرمون زادوهم اللونجاج فرونسي، كان مش فرونسي مي دنييرمون زادو لونجاج فرونسي. فما هذا كي بي سي سلو كيما ترى سامبل معناها ماهوش حاجه كبيره برشا برشا، مي فما الفيرسيون اللي بالفلوس منه معناها، فما الفيرسيون اللي بالفلوس فما الفيرسيون اللي بوبليش. قبل ما نتعدى للبارتي اوتو سيكيور نحب نتعدى للبارتي نتاع الاوثنتيكيشن نتاع الان تي بي اللي قلنا اللي حكينا عليها المره اللي فاتت. باش نحكيو على توسكي ان تي بي كيفاش. قلت مثلا نحل هذا، انا عندي الروتور نتاعي هذا مثلا، نجيب روتور واحد اخر فاست 00 نربطه فاست ان 0 ده على الانترفاس هذا يزيد سي فاست 00 سي فاست ان 0 ده هاش باش نعمل ده جينيرالمون باش نجي لهذا طب باش نكتيفي الفيشر دو ان تي بي. هو اون برانسيبي اللي تقراها في سيسيانا معناها نتورك تايم بروتوكول لوني في سيسيانا سيكوريتي الميسيون تاعك كومون تو بو سيكوريزي البروتوكول ان تي بي. دونك ان تي بي سي نتورك تايم بروتوكول، كيما قلنا اللوغ مهم على الاخر على الاخر، الوقت بالضبط مهم باش تعرف الاتاك وقتاش صارت، الانتروزيون وقتاش صارت، سيدي هذاك في اللحظه هذيك اش عمل اتسيتيرا. لهنا عندنا مثلا دي روتور نجم يجي مثلا هنا عندي امبيرات هكا يركب سيرفر ويربطه مع جماعه ويقول لهم حتى انا زاد انا بعث لكم دي لوغ، يولي يبعث للجماعه هذا مثلا يبعث لهم في الوقت. دونك لازم نعملوا له سيكوريتي نتاعو. جوست نحب نشوف حكايه به هنا باش نشوف شو كلوك، هذه الكوموند تعطيني الوقت نتاعي قداش، وفما الكوموند مثلا نقول له كلوك سيت وهذه تعطيني الوقت اللي نجم نبدلو. انا مثلا دونك او تخيل عندي مثلا داير الريزو نتاعي عندي فيه روتور وروتور 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 وروتور، عندي فيه مثلا نقولوا 50 روتور و50 سويتش و10 ما نعرفش نيا وكذا، لما كل تخيل بالواحد بالواحد نبدا داخل عليهم بالواحد كلوك سيت كذا كلوك سيت كذا كلوك سيت كذا، الحكايه باش تولي تعب على الاخر على الاخر على الاخر. دونك دو بريفيرونس شنو نعمل؟
نجيب نكتيفي نكتيفي البروتوكول ان تي بي. الان تي بي الميسيون نتاعو هو انه يباركوري لي زيكيب مون ريزو ويعطيهم الوقت. كيفاش يجي يقول لهم هاكا ان تي بي ماستر، يقول لهم راني انا الان تي بي ماستر، خذوا الوقت نتاعي من عند، خذوا الوقت نتاعكم من عندي انا، هذا هي الان تي بي ماستر. اوكي سافا. تو نجي لهنا خليني نحط الادريساج نتاعي باش ما نضيعوش. هذا هي 192 161.200 هذا مثلا 10.0.0.5 هذا هي 10.0.0.100 مثلا. ندخل على الانترفاس هذه كونفيغ تي قداش السيفاس 00. دونك نجي نقول له انترفيس فاست 0/0 no shutdown. بعد نقول له IP address 10.0.0.100 255.255.255.0 ونجي لهذا 1.0 نفس الشيء. دونك سي لو روتر 1. اوكي ديسكونيكت. ندخل على الروتر 1 دونك اكزيت كونفيكتي انترفيس. قداش قلنا نحنا؟ قلنا انترفاس فاست 1/0، انترفاس فاست 1/0، انترفاس فاست 1/0 وكل نو شت داون. كل اي بي ادرس 10.0.0.5 255.255.255.0. دونك توا فورمي فيريفي شو اي بي روت شو اي بي انت بريف. دونك ناخذ نجي نعمل نفس الحديث انترفيس فاست 0/0 نو شو داون اي بي ادرس 192.168.255.255.255.0 شو اي بي بريف. فوالا تو الادريساج امورهم ريغله. ترى نقول له بينج على 100 10.0.0.100 اوتوماتيكمون يمشي راها وكي يمشي رجع لي ريبلاي. فوالا رجع لي البينج ريبلاي. تو جيت لهنا قلت له هذا الان تي بي ماستر نتاعي، الروتر 1 هو الان تي بي ماستر نتاعي. نجي لهنا شنو نقول له؟ نقول له ان تي بي سيرفر. فوالا فين ان تي بي سيرفر. نقول له السيرفر باش تجيب لي منه الوقت قبل الساعة ما نتعدل الـ NTP server. قبل ما نتعدل الـ NTP server exit نقول له show clock. خليني نتأكد ان الوقت صحيح، خليني نبلبل الوقت شوية عشان نتأكد clock set مثلا 10 0000 نقول له طول 10 متاع الصباح رسم له 26 جوان 2002 مثلا. طب كان نقول له show clock دونك الوقت نتاعي فوالا هذا الوقت نتاعي غلط. طب انا باش نجي نقول له config t ntb server ونعديله الهوست، نعديله الهوست مثلا نقول له ال ntb server نتاعي هو 10.0.0. نرجع للادريساج 5 عديت له ال ntb server نتاعي. تو هو صارت سينكرونيزاسيون بيناتهم باش يعطيه الوقت. فنقول له show clock مازال الوقت ما تبدلش. مو الحكايه تاخذ شويه وقت على مستر بلاس يبدل الوقت، تاخذ شويه وقت باش يبدل لي الوقت. فوالا هاك تبدل الوقت. اوكي ما تشوفوا 66 لاربعة 5 غد جي لاربعة 5 غد جي. دونك هذايا به تو الحكايه هذايا جوست ان برانسيب تراها في سي ان. تو نحب نعمل سيكوريتي نتاعي، نحب نعمل سيكوريتي. دونك كيما شفنا هاك ان تي بي ماستر وان تي بي هذي نجم نخدم حتى بالبرودكاست. توا واش لازمني نعمل؟ لازمني نعمل اوثنتيكيت. علاش نعمل في الاوثنتيكيت؟ مثلا هذا هي الروتور وهذا هي الروتور واحد اخر، وقلنا لي هذا هو الماستر مثلا وهذا هو الكلاينت. لازم تصير اوثنتيفيكاسيون على خاطر نجم يجي ان هاكرز يحط ان بي سي ويخدم فيه الفيتشرز نتاع الان تي بي ويولي يعطي فيهم في وقت غلط ويدخل يعمل اتاك نتاعو باش بعد يبلبز لك اللوج. انت عاد باش تعمل توا كما قلنا هذا الماستر وهذا الكلاينت. دونك الكلاينت نتاعك شنو هي؟ هو شكون يعمل اوثنتيفيكاسيون لشكون؟ هو ان برينسيپ الكلاينت يعمل اوثنتيفيكاسيون للماستر.
الماستر خاطر الميسيون بتاعه شنو، يقول لك انا نبعث روت ما يهمنيش فيك، انا نبعث للوقت اي واحد يطلب مني وقت نعطيه، فهمتني؟ الكلاينت قبل يقول له شنو، يقول له انت شكونك باش ناخذ منك الوقت، وانا هنا نجي نحط كونفيك سيكيورتي، انا باش نعمل كونفيك سيكيورتي، والكلاينت كيف يبعث الماستر كيف يبعث الوقت هذا يقول له انت شكونك باش ناخذ منك الوقت ساعه، يقول اعطيني مود باس، يقول له مثلا ها هو المود باس تاعي قداش، يفيريفيو التراستد كي بتاعهم، اوكي كان تراستد كي طلع صحيح وقت ملي ناخذ منك الوقت. كيفاش تصير الحكايه هذه؟ الحكايه هذه تصير اترافير نجي على السيرفر نتاعي كيف ما العاده، ونحط له ان تي بي اوثنتيكيت، فوالا الكوموند اللي هي هذه كونفيك تي، ونقول له ان تي بي اوثنتيكيت، بعد نقول له ان تي بي اوثنتيكيشنز كي، نعطيه مثلا نيم للكي، نعطيه مثلا كي نمبر نقول له 5 مش بالضروره، وهنا بعد نعطيه الام دي 5 هاكا كيما تشوفوا فيها، نعطيه توا الام دي 5 نتاعي الام دي 5 ونقول له كلمه سيسكو مثلا هذه هي اللي باش نعملوا بها اوثنتيكاسيون، والنيميرو نتاع التراستد كي نتاعي نجي لهنا ونقول له هاكا ان تي بي تراستد كي نيميرو نتاعو سي 5. توا كوتي سيرفور، كوتي سيرفور كما قلنا هذا هو الماستر، كوتي سيرفور الامور مريقله. توا نجي كوتي كليون نعاود نفس الكونفيغ باش يعملوا اوثنتيكاسيون لبعضهم، دونك نعاود نرجع لهنا ار 2 نعاود نفس الشيء كونفيغ تي، دونك عندي ان تي بي اوثنتيكيت، بعد نعمل ان تي بي اوثنتيكيشنز اوثنتيكيشنز كي مثلا الكي 5 و ام دي 5 سيسكو فوالا اوثنتيكيشن كي سيسكو. توا نجي نقولو ان تي بي تراستد كي اللي هو 5. توا هذوما الكول، توا الترانزاكسيون اللي باش تصير باش تصير سيكيوريزي بيناتهم كيفاش؟ كان نقولو انا مثلا اكزيت نقولو فوالا شو ان تي بي اسوسيشنز ديتاي، فوالا جاب لي لي اسوسيشنز ديتاي، قال لي راني نجيب في الوقت نتاعي مديت 005 راهو كونفيكوريتد اور ماستر هو الماستر نتاعي وراني نعمل معاه اوثنتيفيكاسيون ايتترا. نفس الشيء كنا نعاود نرجع لهنا ونقول له شو ان تي بي اسوسيشنز ديتاي، باش يقول لك راني انا الماستر، وما يقولكش راني انا نجيب في الماستر، يقولك راني انا الماستر، راني انا الماستر ونعطي في الجماعه في الـ في في في, في التايمز معناها. هذا جينيرال مول البروتوكول، هذا جينيرال مول البروتوكول ان تي بي. تو باش نتعدى البارتي بلوز امبورطون سي السكيورتي اوديت. سكيورتي اوديت حاجه مفسخ هذا زايد تو ماش حاجتي بيه، هذا ما زايدين وهذوما زايدين. سكيورتي اوديت قديش الوقت سيكوريتي اوديت نجم نعملها كو سوسوا بفاسون ندخل على الكونسول نحل الكونسول ونقول له اوتو سيكيور، اوتو سيكيور نجم نعمل اوتو سيكيور، يبدا يبروبوزي عليا يقول لي روتور هذا يخرج على الانترنت، نقول له انا مثلا لو يبدا سيكوريزي هو يقول لي اعطيني مسج اوف ذا بانر، مي هذه جينيرالمون كونسول ومش بها برشا برشا. شبيت بلانتا هيدا بين سايبا تو شنو نعمل تو باش نجي نخدم سي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنالز. في الفيديو اللي فات حكينا كيفاش انستاليناه وكيفاش يخدم سي سي بي، دونك سايب عاد نزيد ان بين جوست نفضها مع الواحد كي نشوفو شنو يكبر شنو نرجع نرجع كيما العاده ب تو واش باش نعمل باش نكتيفي سي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال. شنو لازمني نعمل؟ اول حاجه يلزمني نعمل ان يوزر نيم مثلا نسميه حسين، واللي بريفيليج نتاعو سي 15 والسيكريت نتاعو سي سيسكو. بعد نتعدى نعمل اي بي اتش تي تي بي، فما ال HTTP سيرفر مي انا ديما ما ننصحش نخدمو بال HTTP سيرفر، ديما نخدمو HTTP سيكيور سيرفر. دونك تو نخدمو بال توسكي سيرتيفيكا اوكي جينيرالي لي سيرتيفيكا. توا نو كومونس ا لونسي لو سي سي بي، دونك سي سي بي وينو فوالا
دونك سي سي بي قاعد يتلانسا سي فو كونفيجوريشن بروفيشنال كيما قاعدين نشوفوا فيه. بون العيب نتاعو الوحيد سي سي بي اللي هو يخدم على الانترنت اكسبلورر، وهذا عيب كبير على الاخر، معناه ما يمشيش على اليوزر نافيجاتور، يمشي على نافيجاتور الانترنت اكسبلورر. دونك تو هنا يمشي تحل باش يمشي لك سي سي بي، كيما قلنا لازم يكون عندك الفلاش والجافا، خاطر يبازي برشا برشا على الفلاش. ولا الكونسول جافا اتحلت. بون هذا غلطي، هذا من ليكزامبل تاع المره اللي فاتت. تو نجي لهنا اش نعمل، نجيب نسميه مثلا لاب 1، ونجيب لهنا نحط الادريس نتاعي مثلا 1.200، اليوزر نيم نتاعي هو حسين، والباسورد سي سي سكو اي كونيكت سيكيورلي. اوكي تو اي كومونس افير سكون ابل ديسكفر، يبدا يعمل يبعث في دي روكيت للروتور نتاعي ويديسكفري فيه، معناها سيت ديسكفر سي في دون فاسون سيكوريزي او بون اولويز. تو قاعد يبعث في ديسكفر بون لين باش ما ياخذش معنا برشا برشا وقت، نعمل كوز لين يكمل ديسكفر نتاعو ونرجعو. دونك لوبيراسيون دو ديسكفر تيرميني افيك سوكسي. ديسكفر كان فما ايرور الحاجه يقول لك راه فما ايرور، لان جاب لي فيرسيون نتاع السيستم نتاعي ايتترا. نجم نشوف الراوتر ستاتوس السيستم نتاعي شنو يخدم اون جينيرال. دونك السيستم نتاعي بار 7200 يخدم كل شيء، يخدم اي بي اس، يخدم اي فايرول، في بي ان، نتورك اكس كنترولز ايتترا. و بلوس كو الروتاج ها واش فيه شنو ما فيهوش، 8 جيجا فيه 8 ميجا الرام قداش 512، والفلاش تاعو قداش ايترا. دونك توا نجي شنو باش نشوف به، توا جو كومونس لا بارتي دو كونفيغوراسيون. كيما قلنا شفنا لي بارتي هذوما المار اللي فاتت، هذايا هذوما التايم مثلا، نجي لهنا نحط التايم اوليو اني نبقى الان تي بي مثلا الريجل فيه دون فاسون كوموند، معناها نجم نجي هنا نحط الان تي بي نتاعي دون فاسون غرافيك. اللي كنا نشوفو فيه قبل كوتي كله مثلا كوتي كونسول، نجم نشوفو هذايا كل كوتي شو اسمه كوتي جي واي جرافيكال يوزر انترفيس، سي تو سكي سيكيورتي اتسيتيرا. هنا فايرول نجم نزيد عليه الفيتشر في بي ان، نجم نزيد عليه النتورك اكس كنترول. ده ان شاء الله من هنا لاخر الفورماسيون باش نخدمهم الكل، 802 اكس الاي بي اس، البورت تو ابليكيشن، البورت مابينج اتسيتيرا. هنا تو نجي للبارتي سيكيورتي اوديت. سيكيورتي اوديت انا تو هنا الروتور نتاعي اللي هو موجود هذا، انا مش نبقى ندور عليه بالواحد بالواحد ولا نكتب لي كوموند، لا نجي للسي سي بي هو يعمل لي هو وحده سيكيورتي اوديت. نجي ننزل عليه على البوتون بيرفورم سيكيورتي اوديت، يطلب مني ليزانترفاس، هي الانترفاس اللي قاعده تخرج على الانترنت. بون نجم نقولوا ان الاوتسايد هذه يو ماست سيلكت انسايد اي تراست، هذه يعني تراستد. دونك لو كومونس هو يعمل لي في اناليز على الروتر نتاعي، كل اي حكايه باش نلقاها سافا با هكا ولا هكا راه باش يقول لك عليها. فما دي فيتشر محلولين مثلا كيما سي دي بي، هي محلول سيسكو ديسكفري بروتوكول، فما حكايات مسيبين هكاك. دونك دو بريفيرونس يقول لك زعما معناها سون كريتيك للسيكوريتي، ماهمش دون لي نور، ماكش قاعدين دون لي نور. تنجم تسيف الريبورت نتاعك وتقراهم بعد في راحتك، تنجم تقول له كلوز هذوما، ومن بعد يجي لهنا يقول لك فوالا، يعطيك لا مان بور لي فيكسي. تقول له هاك، تقول له فيكس اول، ومن بعد تقول له سيفون. لهنا مثلا نعطاك يقول لك مثلا والله انا ريت اللي ما عندكش انيبل سيكريت، ترى حط لي انيبل سيكريت مثلا. نقولوا ان هاك سيسكو جاي قال لك مثلا ما عندكش بانر، هاك كنا نكتبوها بانر مسج اوف ذا دي، نقولوا مثلا اير دي انتر دي، ويبدا يتبع فيك يقول لك مثلا والله بون انتر دي دو باسي مثلا. قال لك لا الانيبل سيكريت لازم يكون مثلا سيسكو اند 3، سيسكو اند 3. بعد اون كومونس يقول يتبع، معناها يبدا يعطيك في دي فينتر ويبروبوز عليك في دي سوليسيون لي دو تيل سورت وصل سيكوريزي روتور نتاعك. فما هذيا سيكوريتي اوديت، وفما اللوك داون، اللوك داون سيكوريتي اوديت. هذا تقول له شوف تصرف ريقل كل شيء وحدك، تكسر ليش راسي، ما نحب نخدم شيء، انا نحب جوست ننزل على بوتون نلقى كل شيء حاضر.
هذا تو قاعد يفيريفي فيهم الكل، فيهم بعد تو اش قال لك؟ قال لك جو ديليفر هذوما الكل باش نديزاكتيفيهم، باش نعمل سيكوريتي اوثنتيكاسيون اكسترا. ديليفر قول له انت ديليفر، شوف لي كوموند اللي كنت باش تكتبهم هذوما الكل بور اسيوري سيكوريتي، هذوما الكل كنت انت باش تكتبهم مثلا. هو قال لك ديجا هما ديليفر، لشكون؟ ديليفر للروتور، تو بعثنيهم للروتور في بلاصه ما كنت تكتبهم كونسول، بعثهم للروتور. تو جوست جي اسيوري ميون دو سيكوريتي بيان سور بلوس كو نجم هنا مثلا الفلاش هذايا، مثلا ندخل على الفلاش فايل مانجمنت هذايا الديسك دور نتاعي تاع الروتور شفيش ما فيهوش، نعمل طلع ديما نشوف البوت كذا لي كونفيغوريشن اديتور جاكسيبت، نعمل لي باك اب نتاعي هذايا. معناها جروسو مودو شنو هي لازم نعمل مع شو اسمه مع بي سي بي، نجم نشوف التلنيت زاده كيفاش تصير كذا. مثلا الكل ان شاء الله نشوفوها واحده واحده، نشوفوا الفاير وول، ما نشوفوا لازاف، نشوفوا الفي بي ان، على الفي بي ان، في بي ان سايت تو سايت، ولا الفي بي ان ريموت، ولا الفي بي ان كلاينت تو سايت. ومن بعد نشوفوا كيفاش تخلقت الفي بي ان، نوصل دي جي ار في بي ان، الفي بي ان اي بي سيك، شنو الفرق بينه وبين الاس اس ال في بي ان، نشوفوا بي كي اي بابليك اي انفراستراكشرز، باش نشوفوا زاد او سي الان سي نتورك اكس كنترولز، باش نشوفوا الفلتراج والفلترينغ دي باج، سير لهم فلتراج يتعداو ما يتعداوش، باش نشوفوا تو سكي اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم، وشنو هي الريلاسيون تاعو بالانتروجن ديتكشن، وشنو هي باش نشوفوا الاي بي اس، وشنو هي زايد على الاي دي اس واحد اي بي انتروجن بريفنشن سيستم انتروجن ديتكشن سيستم، وباش نزيدوا دي ريجل، وباش نعملوا دي تونتاتيف داتاك، نشوفوا كيفاش لازا نشوفوا كيفاش بي سي سي بي نجم نحبسوا. بعد ندخلوا على لازا الادابتيف سيكيورتي ابلاينس، نعملوا السيكيورتي نتاعو. ان شاء الله السيونس تاع اليوم تكون ثقيله برشا برشا، يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. بون ساعه طولنا شويه شويه كيما العاده، نيزيتي با دو بوزي دي كيستيون الشابيتر 2 وفي نتعدي الشابيتر جي سي الشابيتر تريبل ا اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتينغ، باش ناخذ عليهم فكره. من بعد باش نكونفيغوريهم بال سي اس سيسكو اي سي اس سيسكو كنترول اكسس. دونك يعطيكم الصحه بارك الله فيكم، سلام. باي باي.